أعلنت وكالة الأونروا أن نحو 1,000,000 شخص فروا من رفح الفلسطينية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، مشيرة إلى أن تقديم المساعدات والحماية بات مستحيلا تقريبا. وعاود النازحون الفلسطينيون في رفح الفلسطينية نزوحا مجددا بعد المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي الأحد الماضي. ما احنا عارفين وين بدنا نروح، صحيح على 6 الصبح الساعة 5:30 من القذائف والصواريخ، وين متمرمطين رايحين الله اعلم حالنا وفضلنا، ولا معنا خيم ولا معنا حاجه، ومعنا اطفال، ولسه في كمان نقله والدي وعمتي وحماتي لسه ما زال تحت القصف، ولا راح اجيبهم ولا في مواصلات ولا في اي حاجه كمان مبادر الحياه. هذا اللي صحينا عليه من 5:30 الصبح، مش عارف انا ماشيك في الشارع، مش عارف وين اروح ولا وين اجي. بقول لك كله اروح مكان امن، فيش مكان امن ولا اي منطقه فيها مكان امن. وين نروح وين نيجي؟ والله في دب كثير ودخن وغبر روح موت من عند الله. صار 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 بعدين بضربوا في كل مكان اليهود.